ببساطة كده، الخبر اللي هقوله لك دلوقتي ده هو اللي كل الناس من النهاردة الصبح بتتكلم فيه، ومع إعلان الخبر ده كل مرة بيطلع إشاعات كتيرة وبلبلة عشان الرأي العام يتأثر ويبقى فيه احتقان ورفض من غير أي فهم لأبعاد الموضوع. الخبر إيه؟ إن لجنة تسعير المنتجات البترولية أعلنت الساعة 6 الصبح النهاردة زيادة أسعار البنزين بأنواعه والسولار والمازوت الصناعي. الإشاعة اللي انتشرت الحق كل حاجة هتزيد زيادات غير منطقية، لكن الحقيقة إن عشان ما يحصلش زي كل مرة أصحاب الميكروباصات والتاكسي والأتوبيسات يتحكموا في المواطنين، بعد الزيادة دي كان في تحرك واضح جدا في كل المحافظات اللي أعلنت عن نسبة زيادة المواصلات هتكون إيه. مش بس كده، ده كمان كل محافظة علقت ورقة بتعريفة المواصلات سواء الميكروباصات أو الميني باص أو أتوبيسات أو التاكسي الأبيض. اللي انتشر من الصبح النهاردة إن أسعار المواصلات هتزيد من 7 ل10 جنيه مرة واحدة، لكن ببساطة كده الكلام ده كله غلط تماما. خليني أقول لك مثلا التعريفة اللي أعلنت عنها هيئة النقل العام في القاهرة الكبرى، يعني في القاهرة والأليوبية والجيزة. زي ما حضراتكم شايفين كده على الشاشة معانا، سعر خطوط هيئة النقل العام للأتوبيس الجماعي كان ب7 جنيه بقى ب8 جنيه، الأتوبيس المكيف السعر قبل الزيادة كان 13 جنيه وبعد الزيادة بقى 15 جنيه، يعني بنتكلم إن الزيادة من جنيه ل2 جنيه في المواصلات، وده يا جماعة الأتوبيسات هيئة النقل العام. أتوبيسات النقل الجماعي ده خط تاني خالص، بس كان نفس الموضوع ونفس الزيادات تقريبا من 3 ل5 جنيه لكل مواصلة، مش زي ما بيتروج خالص من الصبح ان المواصلات هتزيد من 7 ل10 جنيه مرة واحدة. السؤال بقى، لو حضرتك او حضرتك لقيتوا اسعار تعريفة معينة لمواصلات غير اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي دي تعملوا ايه؟ محافظ القاهرة دعا كل المواطنين لو لقوا اي تعريفات او اي اسعار تانية للمواصلات ان هم يتصلوا بالخط الساخن على رقم 114، وده اللي هتبلغ فيه عن اي مخالفة للتسعيرة الجديدة، وده نظام طبقته كل المحافظات واعلنت عنه النهاردة الصبح عشان محدش يضحك عليه.